ويلتحق بنا هاتفيا من جدة الإعلامي خالد المطرفي. أستاذ خالد أهلا بك. أستاذ خالد، أبرز ما لفت انتباهكم في بيان الداخلية اليوم. مساء الخير. أولا نعزي الوطن في الشهيدين، وأسأل الله أن يتقبل كل شهداء الوطن الذين يدافعون عن أرضه. طبعا لا يوجد معلومات كاملة، لكن الملفت للنظر أن الداخلية مصرة على معرفة الذين قاموا بالحادث، وليس هناك يعني معلومات جديدة، لكن كشف المتورطين سيتم من خلال اللغة التي صدر فيها البيان. يؤكد أن قريب جدا إن شاء الله القبض عن الذين ارتكبوا هذا الحادث، وهم بلا شك هم من الذين يؤيدون الفكر الإيراني بشكل صريح وواضح. ودائما ما تحاول أو يحاول أصحاب الأفكار الذين لهم ارتباط بإيران أن يحاول أن يبثوا رسالة لمحاولة زعزعة الأمن، لكن هذا مستحيل يعني. نعم أستاذ خالد، في أي سياق تأتي هذه الجرائم، وما مدى ارتباطها بتنظيم داعش؟ طبعا البيان الداخلية أوضح أنه ارتباط هذه العملية هي بعمليات مماثلة لبعض العناصر الإرهابية في القطيف، ولم يشر إلى داعش، رغم أنه إيران ترعى كلا الإرهاب سواء المنظم من خلال الميليشيات التابعة لإيران، سواء في لبنان أو في اليمن أو في السعودية في القطيف، تحركها بعض العناصر الاستخباراتية الإيرانية لتحقيق بعض الأهداف لها. نعم أستاذ خالد، المملكة من الدول التي حاربت الإرهاب ولها ضربات استباقية كثيرة، ما دلالة ذلك وتلك الجرائم المسلحة في ضوء ما تحققه الأجهزة الأمنية من ضربات استباقية؟ طبعا بكل تأكيد أنه يعني الكثير والعديد من القضايا الأمنية التي تحبطها وزارة الداخلية بشكل مسبق، لكن يعني لا يمكن التنبؤ بما يحدث بعض الأفراد أو بما يسمى الذئاب المنفردة لبعض الخلايا الإرهابية، سواء خلايا تابعة لداعش أو خلايا تابعة للقاعدة أو خلايا تابعة للتنظيمات المرتبطة بإيران مثل التنظيمات الموجودة في القطيف. نعم وضحت الفكرة. كان معنا من جدة الإعلامي خالد المطرفي، شكرا جزيلا لك.